يا اهلا بيكم في اخر فقره في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. وطبعا اللي من حضراتكم بيتابعنا بصفه مستمره اكيد عارف ان احنا دايما حريصين على ان احنا يعني نعرف حضراتكم وبشكل دائم بكل ما يستجد في الحياه الثقافيه، وخصوصا لما تكون مقترنه بالرياضه. دايما بنحب نعرفكم عن كل ما هو جديد في المكتبه الرياضيه. النهارده هنتكلم عن كتابين مهمين جدا في عالم الرياضه، كتاب الاساطير شهادات للتاريخ، وده الكتاب اللي احتوى على فعلا شهادات للتاريخ. ومن مين؟ من اسماء هي نفسها كل اسم منهم على حده صنع التاريخ بشكل او باخر. والكتاب الثاني بعنوان المكفوفين وكره القدم، الكتابين للناقد والكاتب الصحفي الاستاذ محمود شوقي اللي بنرحب بيه في بدايه فقرتنا. صباح الفل عليك واهلا. صباح الخير يا استاذ كريم. اهلا تحياتي ليك. صباح الخير يا نهوان. وادي الكتاب اهو. ايوه ادي الكتاب عشان تصدقونا. عشان تصدقوا. كتاب مليء بالاساطير، يعني كتاب الغلاف عليه كل اسم من دول اسطوره. مش من السهل ان انا احاور شخصيات زي كده، واكيد كان في كواليس كتيره قوي للكتاب ده. ممكن نبدا نعرف اكتر يعني عن بدايه الفكره، وبعدين ازاي حضرت للقاءات، ومين كان لقاءاته سهله، ومين كواليس وقصص تقدر تحكيها لنا مع كل لقاء منهم. بدايه انا اشكركم على الحفاوه الجميله، وده مش غريب عليكم يعني. وانتوا اساتذه في المهنه وعارفين قيمه التحاور مع طبعا نجوم كبار زي دول. الكتاب بيضم 10 اساطير، مش كل اللي انا الحوارات اللي انا عملتها، انا اختصيت يعني او اخترت 10 اساطير منهم حطيتهم في الكتاب ده. القدر منحني بصراحه يعني حظ كبير جدا، يعني لازم تعترف حتى في ظل اجتهادك وسعيك، لازم تعترف برضو ان الحظ ما بيساندك، بيخرج منه نتاج عمل رائع زي ده. يتمثل الموضوع في فكره ان انا خلال 20 سنه او اكتر قليلا يعني جمعني لقاءات مهمه مع بعض النجوم الكبار جدا في تاريخ الرياضه والكره المصريه. عاوز اقول لك مثلا يعني الكتاب بيفتتح برمز اسطوري في تاريخ النادي الاهلي وتاريخ العسكريه المصريه، الفريق عبد المحسن كامل مرتجي. فاعتقادي انه مش سهل ابدا ان انت تعمل حوار مع الفريق مرتجي، يعني حواراته كانت قليله جدا، كانت معظمها عن الجيش المصري وحرب اليمن وحرب 67، وبالمناسبه هو كمان كان ضابط في الحرس الملكي ابان ثوره 52. حتى في الحوار نفسه بيحكي عن فكره ده حاضر فتره ثريه جدا في تاريخ مصر. انا حصل معايا مع الفريق مرتجي وقعتين اثنين، انا عملت معاك اكتر من حوار، لكن اول حوار عملته معاه لم ينشر. ليه؟ بناء على طلبه. انا كنت رايح للكابتن الكبير عبد صالح الوحش اللي برضه موجود حوار له في الكتاب، وجمعني حوار مع الفريق مرتجع، حوار مطول جدا، والراجل يعني استرسل فيه في الكلام، وبعد ما خلصنا دردشه كبيره جدا قال لي الكلام ده مش للنشر. طب ايه معلش ليه يعني؟ لان كان في كلام خطير. اوكي. كان في كلام خطير جدا، وبعدين انتبه للامر وقال لي الكلام ده مش للنشر. وكان معاه المرافقه بتاعته الممرضه الخاصه بيه، وكمان بالمناسبه المهندس الفاضل الاخ العزيز المهندس خالد مرتجي شكرني بعد كده في اتصال تليفوني، لان انا التزمت بوعدي مع الفريق مرتجي وما نشرتش الحوار. ده كان عام 2007. في 2013 انا طلبت منه حوار، وعملت معاه حوار قبل وفاته بخمس شهور. اتكلم فيه عن ازاي تولى رئاسه النادي الاهلي. حكى في الحوار انه فعلا المشير عامر كان في احتفال في القوات البريه، واصطحبه في سيارته ولفوا حوالين الجزيره، وجه قدام النادي الاهلي وقال له من بكره يا سياده الفريق، من بكره تسلم نفسك تيجي تمسك النادي الاهلي. فقال له ازاي الكلام ده؟ طب والراجل الموجود رئيس النادي؟ قال له لا، احنا خلصنا الموضوع وسط الرئيس هو اللي امر بكده. فالفريق مرتجي قال لي في الحوار انه المشير عامر كان بينفذ اوامر الرئيس عبد الناصر في انقاذ النادي الاهلي في فتره صعبه جدا في تاريخه. الفريق مرتجي كمان حكى عن حرب اليمن باعتباره عسكري وكان قائد القوات، وقال ان دي ما كانتش حرب بالمعنى المفهوم، دي كانت حرب عصابات، لان احنا رحنا حاربنا عصابات ما كناش بنحارب جيوش. وحكى كتير جدا عن 67 والانسحاب الخاطئ، وتفاصيل كبيره جدا جدا في ما بين العسكريه والجيش المصري والنادي الاهلي. كمان الحوار مع عبد صالح الوحش ده واحد من اهم اساطير التدريب في تاريخ افريقيا بالمناسبه. طبعا. قيمه كبيره جدا، وانا من حظي ان انا عملت معاه اكتر من حوار،
لكن الحوار الموجود في الكتاب حوار مهم جدا، هو بيتكلم فيه تفاصيل فنيه هائله، وبيتكلم فيه عن علاقته بصالح سليم. والمناسبة دي نقطة في غاية الأهمية للنادي الأهلي. ليه؟ علاقة عبد صالح الوحش مع صالح سليم كانت علاقة فيها ندية بحكم إن هم دخلوا قصاد بعض في الانتخابات. ولكن الراجل لما اتكلم عن صالح، لما سألته عن صالح سليم بشكل واضح قال إيه؟ إجابته كانت أهم. علاقتي به جيدة، صالح راجل محترم طول عمره وخدم النادي الأهلي كثيرا. رقي كمان يعني. شوف الرقي في الرد بعد 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 الناس ما وصفت ان العلاقه بينهم فيها خلافات كبيره جدا. دي شهاده للتاريخ فعلا. احنا بنبني علاقه صالح وعلاقه عبد صالح الوحش. طبعا احنا الاساطير لا تعرف، احنا بنقول الاسماء من غير طبعاً من غير تعريف. طبعا الكتاب برضه بيضم حوار مهم جدا مع واحد من اهم اساطير افريقيا، اول هداف لكاس افريقيا عبر التاريخ سنه 57، الهداف محمد دياب العطار الشهير بالديبه، نجم اسكندريه الكبير جدا. الراجل ده كان لاعب، كان حكم، كان اسطوره، والاتحاد الافريقي لكره القدم كرمه في الاحتفال باليوبيل الفضي في الوقت اللي اتحاد الكره المصري نسيه تماما. هو قال الكلام ده في الحوار، يعني الكاف كرمني واتحاد الكره ناسيني، انا عشت 75 سنه مع الكوره. الراجل قال كده في الحوار، حكايته مع 75 سنه كوره وشرحها بالتفصيل. كمان الحوار بتضمن حديث الديبه عن ام كلثوم وعلاقته الطويله جدا بيها، كانت بتحبه جدا وكانت بتشاهد الاتحاد السكندري عشان خاطر الديبه، وحضرت مباريات للاتحاد السكندري ودعمت فريق الاتحاد السكندري باحدى الحفلات بتاعتها في اسكندريه، واراد الحفله راح لفريق الاتحاد السكندري حبا في الديبه. حكى برضو في الحوار التفاصيل دي. كمان كابتن جوهري. كابتن جوهري. الكابتن جوهري اللاعب والمدرب والاسطوره والراجل اللي شرف مصر في الخارج، صحيح لقاد مصر في الوصول لكاس العالم. كابتن جوهري قيمه كبيره جدا، انا كنت بحبه حب هو كبير صراحه. كان عنده تحدي للصعاب بشكل كبير جدا. هو كان راجل يعني مختلف، يعني حاجه صحيح. لما تيجي تقارنها برضو ببعض التحديات دلوقتي، لا كانت لا قصه تانية خالص. كان سبع عصره يعني، ممكن كابتن جوهري تختصريه في جمله واحده، كان راجل مختلف. صحيح. انا قابلته اول مره، حتى كاريزمته كانت مختلف. كان مدير فني للاردن اول ما قابلته 2005 تقريبا، ورحت له الاسماعيليه بناء على تكليف من الاستاذ خالد توحيد رحمه الله، قال لي تروح لكابتن جوهري الاسماعيليه هو مستنيك. رحت له عملت معاه اكثر من حوار بعد كده، لكن في حوار له قصه يعني مهمه. يعني ذات يوم انا كنت في مجله الاذاعه والتلفزيون، فاستدعاني الاستاذ ياسر رزق رحمه الله عليه، الكاتب الكبير طبعا، كان رئيس تحرير مجله الاذاعه والتلفزيون، وكان محرر عسكري لمده 25 سنه، فعارف يعني ايه العسكريه ومين اللي حارب في الحرب وما الى ذلك. استدعاني لمكتبه وقال لي مش الجوهري حبيبك؟ قلت له يعني العقطبي كويس. قال لي كلمه تعمل معاه حوار عن الحرب. قلت له يا ريس، ما هو في لعيبه كوره كتير شاركت في الحرب، وكل ما اكلم حد يقول انا ما شاركتش فعليا، انا كنت موجود في الجيش لكن لم اشارك. قال لي الجوهري شارك يا بيه، نفس الطريقه كده. الجوهري شارك يا بيه، بروح اساله وهو يقول لك تفاصيل كتير جدا. الجوهري شارك وله دور مهم جدا في الحرب، واساله في التفاصيل. كلمت الكابتن الجوهري كان في الاردن ساعتها، وطلبت منه حوار، فقال لي هنتكلم. انا لسه متكلم معاك من شهرين، كنا بنتكلم من شهرين عن الكوره. قلت له لا يا كابتن، انا عاوز حوار عن الحرب، كنا اثناء الاحتفال بعيد اكتوبر. الكابتن الجوهري استغرب جدا وقال لي انا ما حدش طلب مني حوار عن الحرب قبل كده. قلت له والله رئيس التحرير قال لي كذا، هو محرر عسكري معروف وطلب مني الحوار. فبدا يسترسل في تفاصيل مشاركته في الحرب. لك ان تعلموا ان كابتن جوهري كان ضابط الاشاره بين الجبهه والقياده. شوف الموقف الحساس او الموقع الحساس اللي كان فيه كابتن جوهري. كان برد مقدم وكان من امهر ضباط الاشاره في مصر بشهاده رؤساء اللي انا اتكلمت معاهم فيما بعد. الكابتن جوهري كان ضابط الاشاره بين الجبهه والقياده، وكان بينقل التعليمات في لحظتها، وكان من الضباط القلائل اللي عارفين ساعه الصفر لانه كان في موقع الحدث. دي امور في تفاصيل في غايه الخطوره طبعا. الكتاب برضه بيتضمن حوار تاريخي مهم جدا ومطول جدا مع كابتن حسن حمدي في 2008 بعد مشاركات ونجاحات النادي الاهلي في المونديال اكثر من مره، والسيطره على بطولات افريقيا ونجاح باهر في الحقبه الزمنيه دي، واثناء الاحتفال بالمئويه 2007
انا طلبت منه اجراء حوار بالحاح شديد جدا، والراجل رحب بيا ساعتها وعملنا حوار مطول فيه مليء بالكواليس والاسرار، بيتكلم عن دوره كمدير للكوره، دوره كلاعب، كواليس حياته داخل نادي الاهلي، هو فتره رئاسته في نادي الاهلي في لحظه مهمه اثناء الاحتفال بالمئويه. كمان الحوار الكتاب بيتضمن حوار او اكثر من حوار مع كابتن ميمي الشربيني اللي حكى فيه عن 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 حكايه هروبه من الزمالك وعبده البقال لما خدوا راس البر بصحبه الكابتن طه اسماعيل. كمان الكابتن مصطفى رياض نجم الترسانه بيحكي حوار مليء بالشجن تجاه النادي الاهلي ونجومه كذلك. ويعني رقم 10 في الكتاب. انا لسه كنت هقول لك بقى خش بقى على كابتن بيبو. واكيد في كلام كتير اتقال. رقم 10 في الكتاب هو احسن من ارتدى الرقم 10. يعني انا عامل حتى الربط في الكتاب بهذا المفهوم، وافضل من ارتدى الرقم 10 في اعتقادي يعني هو كابتن الخطيب. واحد من اهم اساطير الكره في مصر. وانا بعتز جدا بتقديره وحبه. ده كابتن الخطيب مع كتاب المكفوفين والكور، هنحكي عنه دلوقتي لان تقديم الكابتن محمود الخطيب بالمناسبه. جميل. ده ما حصلتش يعني. جميل. لازم نحكي عنه. لكن في كتاب الاساطير الكابتن الخطيب انا عملت معاه اكتر من حوار. حطيت في الكتاب حوارين منهم. اخترت حوارين اثنين، حوار بيحكي فيه عن تاريخه وبالتفصيل وحاجات مهمه جدا 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 في الكتاب، وحوار ثاني قبل رئاسته النادي الاهلي في 2017. حوار كان في غايه الاهميه، وعد فيه بكل ما حققه خلال الاربع سنين اللي فاتوا. الحوار فيه تفاصيل غريبه، يعني فيه نقاط هو فعلا قالها في الحوار اتنفذت. جميل. بس انت يعني هل اخترت، يعني واضح ان انتاجك الادبي والصحفي كله مبني على مش بس الرياضه، ده كره القدم بصفه خاصه، فده كان مبني على شغفك انت شخصيا بكره القدم ولا طبعا مبني على ذكائك الصحفي ان انت بتختار موضوعات واسماء ضامن ان الناس هتهتم جدا بانها تقرا المحتوى عشان الاسماء؟ صحيح. انا كنت فكره الانبهار، انا منبهر، انا بحب التاريخ جدا وبقرا في التاريخ بشكل كبير جدا سواء تاريخ رياضه او غيره. يعني قريت عن الحروب والحرب العالميه الثانيه وما الى ذلك، لكن توقفت قدام اساطير زي دول. انا كنت منبهر بفكره فريق ملتجي، انا لازم اعمل حوار. عبد صالح الوحش كان لازم، كنت مصر على المحور. النجوم الكبار دول انا شايف انها فرصه لا تعوض، وفعلا مرت السنين واثبتت التجربه انها فعلا فرص لا تعوض. ان انا يعني يمنحني القدر ان انا اجمع كل دول واعمل حوارات خلال 20 سنه مع المهنه مع كل هؤلاء الاساطير، اعتقد ده شرف كبير جدا. كتاب المكفوفين والكوره لو حضراتكم عاوزين يعني نتكلم عنه. احنا طبعا عايزين نتكلم بقى عنه، وهي فكره بره الصندوق يعني زي ما انا وكريم كنا بنتكلم. بس يعني ممكن الاول تفهمنا عنوان الموضوع برضو للساده المشاهدين، مكان خش بقى في التفاصيل جوه. شوفي انا حكايتي مع المكفوفين اولا كانت واقعه غريبه جدا، يعني في 2016 تقريبا 2017 يعني كانت حديث العالم كله مش في مصر بس، لان وكالات الانباء العالميه تنقلتها عن مصر. ده فريق المكفوفين كره الجرس. كره الجرس. انا كنت الصحفي اللي فكرت كلهم بالكامل القضيه دي. ناس انتحلت صفه لاعبين مكفوفين وهربوا من مصر الى اوروبا بانتحال الصفه دي. دي كانت ضجه كبيره جدا، وكالات الانباء العالميه كانوا مبصرين والناس تعرفت الواقعه دي. سمعت قدها وقتها اللي كان دبلوم صنايعي ودبلوم تجاره واللي كان نقاش واللي كان سباك كونوا فريق. عملوا يعني قال لك احنا في عمليه نصب للمكفوفين، عمليه نصب متكامله يعني. وانا كنت عايش طول الوقت مع فكره ذوي الاحتياجات الخاصه وارتباطهم بالرياضه. عملت تحقيق كبير جدا في 2004 مثلا عن الصم والبكم والكوره، ازاي الصم والبكم يلعبوا كوره. فده كان موضوع غريب. بعد كده انتقلت الى حديث عن علاقه المكفوفين بالكوره وازاي بيحبوها وازاي بيلعبوها وازاي تعلقوا بيها من غير ما يشوفوها، وازاي في منهم لعبوها ثم فقد البصر. فجت من هنا يعني بعد فقدان البصر الكتاب بقى يعني كويس انت فتحت النقطه دي. الكتاب بيتضمن النقطه دي تحديدا. لا بص بقى خلينا العلاقه الانسانيه يعني مضطرين نقطع استرسالك بس عشان الموضوع شيق جدا، واكيد ورا منه برضو قصص لطيفه كتيره جديره بالحكي يعني. فاستاذنك نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام. اتفضل. يعني حديثنا مستمر مع الاستاذ محمود شوقي، وكنا بنتكلم على الكتاب الثاني بقى كره القدم والمكفوفين، كتاب المكفوفين وكره القدم. يعني
كنا بنتكلم في كذا حاجة، منها إن حد كان بيلعب كرة قدم وبعدين فقد بصره واستمر فيها، وكيسز تانية كتيرة ممثلة يعني. لا خلينا نخش معاك أكتر يعني عشان نعرف تفاصيل. هو الكتاب إنساني بشكل كبير جدا، بي بي قصص واقعية يعني. قصص واقعية كاملة، فيش ولا منهم قصة من الخيال، كلهم قصص واقعية مصرية بالمناسبة، وقصة وحيدة أجنبية. ليه حتى الصورة موجودة في الكنترول لو الزملاء يعرضوها، لو نعرضها يا جماعة. أشهر مشجع كفيف في العالم. ياه. ده حضر كأس العالم. ده جنسيته إيه؟ برازيلي. برازيلي. وحضر كأس العالم للأندية مبكرة، وإحنا كنا في أبو ظبي برفقة النادي الأهلي، وكان معانا في نفس الفندق ضيوف الفيفا. حتى الكابتن عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي كان دايما يعكسوه ويعكسوني اصدقاء، او صديق محمود شوقي وصل. ده اشهر كفيف في العالم، انا كتبت عنه في الكتاب، والغريب ان صورته موجوده في الكتاب وانا وريت له صورته داخل الكتاب. فمش عاوز اقول لك بقى الانبهار اللي حصل منه من والدته، اه اللي معانا دول على الشاشه، لما شافوا صورتهم يا استاذ كريم داخل الكتاب. وانا حاكي قصتها هي كمان كأم، اللي هي بتاخد ابنها المدرج تحكي له يا استاذ نهاوند عن الكوره وحلاوه الجمهور والنجوم وعلاقته على فكره. بتسافر بيه بقى، بتسافر بيه. والفيفا دلوقتي كرمه في احتفاليه من سنتين، احتفاليه الافضل، وعلاقته قويه جدا مع نجوم البرازيل. هو من ذوي الاحتياجات الخاصه وكفيف، ولكن عاشق لكره القدم، وهي يعني بتخفف عنه كل الالام. ده انا كنت حاكي عنه في الكتاب، وبالصدفه اللي احنا قابلناه في ابو ظبي. الكتاب بيتضمن قصص مصريه خالصه عن ناس لعبت الكوره وكانوا متالقين فيها جدا ثم فقدوا البصر. ودي امر في منتهى الغرابه، ان انت احيانا في واحد منهم فقد البصر داخل الملعب بالمناسبه، يعني في اسكندريه. قصص اخرى عن ناس لعبوا حاليا كره القدم للمكفوفين، لكن هم اتولدوا من فقد البصر، ورغم كده بيحبوا الكرة حب غريب. بيحكوا عن انا حتى كنت بسال بشغف، يعني ايه السر في الحب ده وانت ما شفتش الكوره؟ غريبه ان هم اتولدوا مكفوفين وعندهم الشكل ده من المشاعر تجاه حاجه عمرهم ما شافوها قبل كده. مش مثلا فقدوا البصر نتيجه حادثه في مراحل لاحقه من حياتهم، بالظبط. لحقوا يشوفوا ويعرفوا يعني الكلام عليه. ده حلاوه الموضوع. بالمناسبه خلينا نحيي برضه. بس السر في ايه يعني؟ انا اقول لحضرتك السر في ايه. احد اهم الاسرار في ده، ولازم احنا كمان نحيي او نفتخر بتاريخنا الاعلامي، احد اهم الاسرار في ده اذاعه الشباب والرياضه. طبعا يعني كل كلامهم معايا على فكره، هم ارتبطوا باسير الراديو وحديث المذيعين عن الخطيب، عن حسن شحاته. عن اذاعه عريقه وشكلت وجدان كتير من مشجعي الرياضه من تشكيل تمام. الوجدان ده كان احد اهم اجزائه ونقاطه المهمه جدا. هو تشكيل وعي واحد من المكفوفين لم يرى الكره ابدا، فارتبط بها عبر الراديو، لدرجه هم بيحكوا لي تفاصيل قالها مذيعين بالتفصيل. طبعا. يعني تعليق معلق مثلا عن جون الخطيب في كتوكو اما سمعه في الراديو، فبيحكيه بالتفصيل وهو ما شافوش. دي قصص انسانيه مهمه جدا. عشان كده الكابتن الخطيب لما انا عرضت عليه فكره ان هو يكتب تقديم للكتاب، ودي اول مره كابتن الخطيب يعملها ان هو يكتب تقديم لكتاب في السوق، رحب جدا حبا وتقديرا منه للمكفوفين مش لمحمود شوقي. جميل منه. طبعا ده شيء طيب من الكابتن الخطيب اللي عودنا على هذه المواقف المحترمه. وكتب الكابتن الخطيب داخل مقدمه الكتاب كلام مبهر عن المكفوفين، وانه قال كده بالحرف: لقد لعبنا كره القدم من اجل اسعاد الناس. وسعادتي كبيره ومضاعفه لما الاقي المكفوفين يتعلقوا بالكوره. الله. ده كلام الكابتن الخطيب. جميل. كتاب انساني مهم، اتمنى الناس تتوقف عنده. الحمد لله هو عامل رد فعل كويس جدا، حتى في ابو ظبي اهدتك الاستاذ الكبير الاعلامي الكبير يعقوب السعدي نسخه من كتاب المكفوفين والكوره وكتاب الاساطير. اعلامي كبير ومحب جدا للنادي الاهلي، وراجل رائع. توقف جدا قدام فكره المكفوفين والكوره، وبدا يقرا بعض اجزاء منه، وناس كتير جدا خارج مصر توقفت قدام الكتاب. يعني الحمد لله تجربه، اعتقد انها تجربه طيبه. طبعا اتمنى ان الناس يعني تتوقف قدامها بكثير من الاهتمام. جميل. مين اكتر شخصيه كانت شيقه جدا وانت بتعمل معاها الحوار؟
يعني مين اتفاجئت بشخصيته الاساطير ولا الاساطير سواء ده هنا او هنا الاساطير اللي احنا نسيناه من شويه نتكلم عنه الحارس العملاق كابتن عادل هيكل وكان راجل فريد من نوعه وكان خفيف وعايز اقول لك كان ممثل انا بالنسبه لي كان الفيلم مع هند رستم كان تمثيله عجبني اللي هو وصفه ان هو فاشل لا مش عارفه ليه وصف انا استغربت والله كان لذيذ جدا وانا دخلت شقته اكتر من مره لكن اول مره دخلت شقته انا انبهرت دخل هو ساكن فين كان ساكن في المعادي فيلا في المعادي شقه في المعادي دخلت لقيت نفسي قدام متحف حقيقي هو لاني هو كان راجل ذكي جدا فهو لقاني منبهر شويه فقال لي ما تستغربش كل حاجه هنا هتلاقيها بتتكلم على التاريخ هو طبعا من اصول تركيه او والدته من اصول تركيه فقال لي كل قطعه هنا هي عباره عن انتيكا وفعلا ده حقيقه شقته عباره عن انتيكا او متحف كامل الكابتن عادل هيكل حكى عن تجربته السينمائيه بالمناسبه الكتاب برضه ضمن حاجه مهمه جدا ما اتكلمش عنها كتير حكى لي عن فكره فيلم الشموع السوداء للراحل العظيم صالح سليم انه كان معروض عليه بالمناسبه مش معروفه المعلومه مش معروفه انا كنت مستغربه جدا وحكى عن تفاصيل مشكله مع حلم رافله المنتج والمخرج الكبير وانه اختلفوا في شيء اتجه ناحيه الفيلم الثاني برضه باختيارهم هم ثم حقق فيلم الشموع السوداء نجاح باهر بالمناسبه هو حكى في الحوار ان فيلمه مع هند اشاعه حب مع هند رستم وعمر ما نجحش في وقتها يعني هو بيحكي ده فيلم حلو جدا ما نجحش في وقتها قال لي انا ما كنتش راضي جدا عن نفسي غريبه قوي واسرتي ما كانتش راضيه عن الدور وانا ممثل فاشل فطبعا يعني ده بعد كام سنه بيتكلم لسه كان بنفس كده ونفس العصبيه يقول وكويس ان انا ما كملتش في الشغلانه دي ده الكابتن عادل هيكل اللي وصف نفسه برضو يعني الكابتن عادل هيكل بيصنفوه دايما ان هو من اهم حراس المرمى في تاريخ القاره لكن انا ما سالته عن مين افضل حارس هل انت فعلا افضل حارس في تاريخ مصر قال لا طبعا بانفعال شديد قال لا طبعا بدات اعدله بعض الاسماء هل حد من دول الافضل قال لي لا الافضل في تاريخ مصر براسكوس الحارس اليوناني الشهير اللي اصبح بعد كده حارس مرمى منتخب مصر اللي جه من اليونان واقام في مصر مع اسرته حارس شهير جدا براسكوس قال لي ده بقى لو انت بتختار الاعظم والافضل في تاريخ مصر فهو براسكوس بلا نقاش ده كان كلام الكابتن عادل هيكل اعتقد ان دي يعني رغم ان هو الاروع ولكن برضو شايف ان هو مش الافضل يعني دي في حد ذاتها تعلمنا يعني بالضبط. ما تمشي انت تقول انا احسن حد ده دليل اصلا فشل مش حد كويس بيقول انا كويس دروس ده ما تختارش نفسك صح الكابتن عادل هيكل بيحكي في الكتاب برضو عن فكره انه رفض 500 جنيه من نادي الزمالك في اواخر الخمسينات ده كان رقم في اوائل الستينات يعني ده رقم وشقه 500 جنيه وشقه من عبد اللطيف ابو رجيله رجل اعمال الزمالكاوي الشهير عبد اللطيف ابو رجيله عرض عليه 500 جنيه وشقه ورفضهم عادل هيكل لاجل استمرار داخل النادي الاهلي وكمان رفض عرض خيالي من بنفيكا كان هيفيد عادل هيكل ويفيد النادي الاهلي ب 50,000 دولار رفض لانه حبا في الاستمرار او اصرار على الاستمرار داخل النادي الاهلي بيحكي كمان الكابتن عادل هيكل عن حاجه مهمه جدا ان مختار التتش الرمز الاهلاوي الكبير طبعا كان سبب ان هو ما يعتزلش الكوره كابتن عادل هيكل كان في طريقه للاعتزال مبكرا جدا على سن كام الاهلي حوالي 21 سنه تقريبا ايه ده الاهلي كان بيلاعب ترسانه في مباراه مهمه وكبيره والاهلي خسر خساره تقيله في الماتش واحد بعض الاهداف كانت من عادل هيكل فخرج يبكي بحرقه وقرر الاعتزال وان الكوره ديت مش هيكمل فيها انت عارف ما كانش في احتراف ساعتها فقرر ما يكملش في الكوره فمختار التتش الرمزي الكبير راح له البيت واثناء عن قرار الاعتزال ورجعه الكوره تاني قال له هتبقى حارس مرمى الاهلي رقم واحد وحارس مرمى منتخب مصر رقم واحد ادي ده دور الرموز مع نجوم صاعده زي عادل هيكل جميل جدا بنتكلم على اسامي لا بص بقى ما تحرقش بقى الكتاب احنا موجود عايزين يوب على بعض. لا وكتاب موجود لازم نستمتع كمان بقرايته بس حاجه محترمه جدا وبجد كل التوفيق ليك استاذ محمود فعلا شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا ويا رب المزيد من الاعمال القيمه الفتره الجايه انا سعيد بتواجد معاكم كنتين كبار لكن لو اسمحوا لي ان نختم بحاجه خارج السياق شويه اتفضل احنا زميلنا الصحفي المراسل الصحفي المجتهد
محمد غنيم مراسل عدد من الصحف المصرية في المحلة الكبرى، في غيبوبة كاملة حاليا في مستشفى حماية المحلة، وكان سافر الكاميرون مع ناس كتير جدا، أنا من ضمنهم تغطية كأس أفريقيا، وللأسف أصيب بالملاريا وحالته متأخرة جدا. فيعني بالمناسبة دي ندعو كل الناس، تدعو لمحمد غنيم بالصحة والعافية، وربنا يشفيه لأنه في محنة حقيقية. وبرضه عاوز أشكر كل الجهات المختصة صراحة، أنا ما حدش قصر معاه، لكن أتمنى المزيد من الاهتمام لأنه حالته فعلا حالة سيئة تستحق الدعاء إن شاء الله. آمين يا رب، أقوموا بألف سلامة لأسرته وليكوا يا رب إن شاء الله. أشكرك على وجودك معنا، وإن شاء الله نشوفك على خير، والشكر موصول لكل حضراتكم على متابعتكم لينا في حلقتنا النهاردة. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، بكرة بإذن الرحمن نشوفكم على خير في يوم جديد وحلقة جديدة، وعشرة الصبح في الأهلي. صباح الفل.